احتفلت كاتدرائية مارجا وارجوس للروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق بافتتاح المخيم الصيفي السنوي لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بعنوان يسوع بحبنا. وتضمن المخيم الذي استمر 4 أيام وشارك به حوالي 180 من أبناء الرعية إلى جانب الكشافة على محاضرات دينية وبرامج توعوية وترفيهية للمشاركين، قدمها كاهن الرعية الأب بسام شحتيت والشماس جريس ثابت. احنا اليوم عنا مخيم يسوع بحبنا، هو المخيم الثامن للكنيسة والكشافة. هذا المخيم احنا كل سنة بشمل عنا عدة فقرات، بشمل مواضيع دينية، بشمل مواضيع ترفيهية، بشمل مواضيع كشفية، وبشمل مواضيع اجتماعية. يعني تقريبا احنا بنشمل كل اشي بهذا المخيم. هو مدته 4 أيام وغير الرحلات اللي احنا بنسويها. مخيم يسوع بحبنا السنوي الثامن بجمع الاطفال عنا فقرات دينية، ترفيهية، مطبخ، رسم، العاب مسرح والعاب ثانية كتيرة. بنحاول كل سنة نجمعهم عشان نتعرف على يسوع أكثر، عشان يتعرفوا على صدقات جديدة ويتعرفوا على الكنيسة ويتعرفوا على بعض.